يعني بالنسبة لنتيجة المباراة كنظن أنها مرضية للطرفين. كنظن أننا في المباراة اليوم كنا أفضل يعني شيئا ما فريق الوداد البيضاوي، يعني فريق الوداد البيضاوي استغل ضربة الأخطاء ديالي، الكل كيعرف أنها هي نقطة القوة ديالو، يعني ربما المحاولات الخطيرة كانت من نصيبنا، ما تحتاجش نفوز في هذه المباراة، يعني على العموم حققنا نقطة واحدة. مازال إن شاء الله كيف قلت 5 مباريات أو 6 مباريات لكل فريق، مازال تحجم حسمات نتعاملوا معها باحترافية وندافعوا على اللقب حتى الأخير رمق. التعليق على الهدف ديالي هو صراحة يعني كيف قلت هدف جميل، يعني غيبقى في الذاكرة ديالي، وخصوصا أن الكل كيعرف أن الأهداف ديال الديربي كتبقى خالدة، فيعني صراحة هدف جميل وأنا فرحان بهذا الهدف. يعني اكيد يعني الجمهور يعني نقطه القوه ديال الفريق رجاء بيضاوي والجمهور ديالو، يعني ما حضرش اليوم هو اللي يعني عنده الحجه علاش ما حضرش، ربما كنظن هذا قرار ديالهم. كنا محتاجين اكيد يعني في المباراه، لان لما كيكون الجمهور يعني كتكون يعني الجهود مضاعفه من طرف اللاعبين، فالأمم يعني كيف قلت لك نقطه واحده حققنا في المباراه هذه. الاهم ان شاء الله الجمهور ديالنا ما غيبخلش عنا في المباريات الاخرى ان شاء الله.